في تجمع أبو النوار البدوية سلم رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الوزير وليد عساف ممثلي 7 تجمعات بدوية منح التأمين الصحي التي قدمت لهم بتعليمات من السيد الرئيس محمود عباس ودولة رئيس الوزراء دكتور رامي الحمد الله لتعزيز صمود سكان التجمعات البدوية المهدد أهلها بالترحيل لصالح مخططات استيطانية. محاسن علي محمد جهلي. البدء بتوزيع أكثر من 1000 تأمين صحي ل1000 عائلة فلسطينية تقطن في 46 تجمع فلسطيني تشكل عدد أفرادها حوالي من 8500 مواطن أو فرد سيكونوا مشمولين بالتأمين الصحي المجاني من قبل وزارة الصحة الفلسطينية ومدعومة ومغطاة من قبل وزارة المالية ومجلس الوزراء ضمن خطة الهيئة. خطة شاملة وضعتها هيئة مقاومة الجدار والاستيطان وتنفذها بالتعاون مع مختلف الوزارات تشمل دعم التجمعات البدوية